انا هحط اللغة دي كده. انا النهارده هوريكم ازاي نعرف نلعب كاند كراش. اول حاجه انا هي لسه بتتفتح، اول ما تنزلها هي بتتفتح كده على طول. بعديها هي بتاخد وقت شويه متحمل. الأول هو بيقولك من أول مرة وكده، فبيقولك ازاي تعرف تلعب. طبعا هو بيجيبلك الحاجة اللي هو عايزها فوق وكده كسبت. طبعا ده اول دور، يعني في بيبقى لسه ادوار كبيره ومتعرفيش، يعني بتاخد وقت شويه. طبعا دول اسامي الناس اللي بتلعب وكده. نكست بيحمل تاني عشان الدور التاني. بندخل على الدور التاني هكذا. يقولك الأربعة بيجيبوا واحدة مخططة كده. تمام، دلوقتي عرفنا ان الأربعة بيجيبوا واحدة مخططة. هو ساعات بيساعدك، تمام، هو بيبقى عايز حاجة فوق هنا لما ستة جنيه. نعمل كده برضو، ناخدها برضه. ساعات ما بيبقاش واخدين بالنا، ساعات كده كسبنا. نكسب لما نخلص اللي هم اللي فوق مديهم لنا. طبعا سهلة جدا، بس يعني مع الوقت ومع الأدوار وكده نروح على الدور التالت وهكذا. بعد الدور التالت بيقولك ان الخمسة بيجيبوا زي كرم لاية كده. طبعا في كذا لعبة كاند كراش، بس انا طبعا هوريكو شكلها من بره بس لما نخلص الجيم ده. خلصنا. هي بتنزل من على متجر بلاي.
طبعا ده مذكر بلاي، هوريكوا دلوقتي اللعبة. طبعا ده شكل اللعبة من برا اهو. وهكذا، وبنلعب كذا دور وبنكسب وكده. ويارب تكون عجبتكم. عجبكم الفيديو، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.